صرفت القضية للمفاوضة للتصريح بالحكم اليوم 16 أوت يوم الثلاثاء. أحد القانون يمكننا من 48 ساعة للتصريح بالنتائج النهائية، وهذا اللي صار. انعقد المجلس يوم أمس، صادق أولا على النتائج النهائية ثم صرح بها، وفي نفس الوقت كذلك أذن بنشرها بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. هكا نكون احترمنا الإجراءات، احترمنا الشكليات، وكذلك احترمنا تنفيذ الرزنامة. الأرقام كانت واضحة منذ النتائج الأولية اللي هي النسبة هي الإجابة بنعم كانت ب 94.6 معناها 94.6%، بما يعني أنه مشروع الدستور أصبح دستورا للجمهورية التونسية ودخل حيز النفاذ بمجرد التصريح بالنتائج النهائية، مع ضرورة انتظار الشرط الشكلي الثاني اللي هو ختم رئيس الجمهورية والإذن بنشره بعدد خاص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. هكا الهيئة تكون قد أنهت مهمتها وندخل في مرحلة تنفيذ الدستور، بمعنى خاصة إرساء المؤسسات الواردة فيه، وأهم خطوة هي باش تكون إرساء المجلس التشريعي، وهذا يفترض بطبيعة الحال وجود قانون انتخابي اللي باش نخدموا عليه في المراحل القادمة. نص القانون الانتخابي الجديد اللي باش تخدموا عليه معناتها في قادم الأيام، وتحضيرات زيادة كيف كيف، والاستعدادات، استعدادات هيئة الانتخابات للانتخابات التشريعية. سي محمد، بطبيعة الحال باعتبار وكونه بالإضافة إلى المسار الانتخابي اللي احنا مطالبين باش نقوم به، هناك راهي عدة أعمال أخرى إدارية ومالية للهيئة، منها إعداد تقرير النشاط، التقرير المالي، خاصة باش نخضعوا الرقابة نتاع دائرة المحاسبات اللي هي مطالبة بعد كل مسار، وأن يتراقب كل المسار في جميع جوانبه، خاصة المالية والإدارية والعقود والانتدابات والصفقات، وعندنا كذلك الميزانية يلزمنا نحضروها، وفي نفس الوقت وأهم حاجة هو القانون يجبر الهيئة وأن تعد تقرير في ظرف 3 أشهر عن كل مسار، بمعنى وأنه احنا توا في إطار التقييم العام تلقي التقارير لإعداد تقرير خاص بالاستفتاء في ظرف 3 أشهر يرفع إلى الجهات المعنية وخاصة رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة، وباش يكون للعموم هذا التقرير بكل تفاصيله في إطار التقييم العام بطبيعة الحال. لكن عندنا مكتسبات اللي باش نستحقوها في الفترات القادمة، اللي أهم مكتسبات هي الجانب البشري، نعرف كله أنه انتدبنا أكثر من 70,000 تقريب منتسب إلى الهيئة بمقتضى عقود محددة المدة، هذا موقع تكوين من التكوين الكافي، باش نستحقوهم في المراحل القادمة بطبيعة الحال، وهذا خطوة أولى قد تريحنا نوعا ما، في بالإضافة إلى الجوانب الأخرى التشريعية واللوجستية إلى آخره. نحن فقط ننتظر باعتبار أن الهيئة هي جهة استشارية، بمعنى أن القانون يفرض على كل الجهات أن تستشير الهيئة في خصوص المسارات الانتخابية. نحن في الأيامات القادمة بتكون عندنا أكيد لقاءات مع رئاسة الجمهورية باعتبارها الماسكة الجانب التشريعي في خصوص المرسوم الجديد للانتخابات التشريعية، الموعد 17 ديسمبر ظل 4 شهور، هذا يفترض الأعداد الجيد باش نتفادوا عملية الضغط اللي صارت في مسار الاستفتاء. سيادتك ذكرت سي محمد أنه مازالوا 4 أشهر، في المقابل عندكم الجانب تقييم المسار، المرحلة اللي تعدات بالنسبة للاستفتاء، تراش أنه الوقت زاد ضيق شوية ويزمنا من الآن نبدأ ونخدمه على الجانب الإعدادي للمحطة الانتخابية خاصة الخاصة بالانتخابات التشريعية، وثم جوانب اللي هي قانونية، وثم هيئات لابد أنها تتحط يعني بشكل، يعني الدستور أصبح نافذ ومجرد أنه يمضي الرئيس لا أظن أنه مش يبطأ، يعني نهارين اليوم غدوة تو بلكش الليلة تو يهبط، تراش أنه الوقت ضاغط شوية زاد. أكيد هناك ضغط متاع وقت، هذا مما لا شك فيه، لكن الهيئة تقريبا مازالها كان الاستفتاء ما عملتوش توا كملته، هكا تكون هي قد أشرفت على كل أنواع الانتخابات منذ سنة 2011. نعم. إدارة تنفيذية حاضرة وجاهزة، الجانب البشري كما كنت نحكي جاهز، الجانب التشريعي كيف كيف، احنا قمنا بإعادة صياغة تقريب كل القرارات الترتيبية وتنقيح بالبعض منها، وكذلك الجانب اللوجستي كيف كيف، تبقى ماذا بينا احنا التسريع في إصدار القانون.
نعم. تسريع في إصدار المرسوم المتعلق بالانتخابات التشريعية، على خاطر ما نجموش نطبقوا على روزنامة إلا بوجود سند قانوني. هذا هو يعني الانتخابي. لأنه نحن مطالبين خاصة في الجوانب التقنية الفنية القانونية، وأنه نعطوا رأينا مثل تقسيم الدوائر الانتخابية، بس الناس شكون باش عنده الحق في شروط تاع الترشح، فاش باش تكون النظام المعتمد، هل ترى باش يكون على الأفراد على القائمات، هذه كلها معناها مواضيع تقنية يلزم الحسم فيها بصفة مباشرة باش نتفادوا الضغط نتاع الوقت. صحيح وزينا شوية وقت سي محمد التليلي باش تاخذ، يعني تعرف احنا في تونس نحبوا نناقشوا المواضيع، وبالتالي شوية وقت باش نفهموها بشكل جيد وحتى لين تكون النتائج على أحسن حال. هذا أكيد. احنا توا عنا حدثنا لجنة صلبة مجلس الهيئة بوجود كافة الأعضاء مع كل المديرين المختصين في الميدان في قاعة العمليات وبالإدارة التنفيذية في إطار التقييم العام بطبيعة الحال، وفي تغافي دراسة كل المقترحات، ونحن في صدد دراسة الخطوط العريضة، هذا مما لا شك فيه. الحاجة الوحيدة هو كونه يلزمنا نتفادوا الضغط نتاع الوقت. نعم. خاطر راهو ضغط الوقت قد يولد بعض الأخطاء، هذاك علاش احنا ماذا بينا يكون ثم متسع من الوقت بجلد أعداد الجيد، ونأمل أنه إن شاء الله المرسوم نتاع الانتخابات التشريعية يكون في وقت يسمح للهيئة وأني تقوم بأريحية بإنجاز كل المراحل القادمة إن شاء الله. واضح سي محمد تليلي المنصري المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شكرا لك على كل المعلومات هذه اللي قدمتها لنا. نرجع معك سي حمادي، دونك 17 ديسمبر باش يكون موعد الانتخابات التشريعية، كما قلت انت الفترة ضيقة برشا، الوقت محدود، لي معناتها الاستعدادات كبيرة برشا في الفترة هذه، هل أن المدة هذه تنجم تكون كافية باش نحكيو على استعدادات لانتخابات؟ هو الجانب المهم هو أنه الجانب التشريعي كما ذكر سي محمد تليلي، أنه القانون الانتخابي الجديد حتى نعرفوا من له الحق بالترشح، ثم كيفية الانتخاب، طريقة الانتخاب، لأنه تعرف أنه الإعداد الانتخابات التشريعية مش كما الاستفتاء. الاستفتاء هي ورقة فيها زوز خانات، يعني التحضيرات أقل، في حين أنه الانتخابات التشريعية هي عدد أكثر وناس أكثر. صحيح. وتشمل تقريبا في كل المناطق، ثم ما نعرفوش حسب القانون الانتخابي اللي مش يكون جديد كيف سيكون الانتخابات. فتصور مثال انتخابات على الأفراد، يعني يجيك في القروان يترشحوا لك 200 واحد. يعني شفتك احنا ما نستبقوش الاحداث، اما فرضيات، ثم جانب لوجستي واعدادي وتقني تنظيمي، وربما فرصه باش نمروا الى الفرز الالكتروني، لانه شوف الى حد الان احنا توا صحيح قال سي محمد تليلي ان الهيئه مرت بكل الاستحقاقات الانتخابيه بلديه وبرلمان ورئاسيه واستفتاء. طيب تويك احنا بدينا عملنا التسجيل الآلي، التسجيل الآلي هذا أظهر فيه بعض النقاص، لابد من الآن يعاود تفتح الباب ويكون في وقت طويل، ثم نخدمه أكثر باش نعطيه الفرصة للناس الكل يكون عندها الحق في الانتخاب بالضبط. في مركز اقتراع قريب منها. ثم جانب آخر هو على مستوى الإدارات الجهوية للهيئة، وبعض التغييرات اللي ربما تمس بعض المكاتب وبعض الأماكن. شفت هذا كله جانب إعدادي، يبين أنه الوقت برشا، لكن راه وقت ندخلوا في التطبيق وإلا كي نبدأوا في التحضيرات، وقت اللي نسيبوا التوقيت ونبدأوا في العد التنازلي، أربع شهور 120 يوم راهم يبدأوا غدوة، واليوم 119 17 ديسمبر معناه قريبة على الأخر بالضبط، قريب نبدأوا يعني بشوية بشوية 119-118 لين نلقاو احنا في وقت قريب. يقول القائل شنو المطلوب الآن؟ دستور مر بسلام، الآن الكرة عند رئاسة الجمهورية، اولا يمضي الدستور يصدر في الرائد الرسمي، تكوين المحكمه الدستوريه، لانه مش ممكن ندخلوا الانتخابات التشريعيه أكيد. دون ان يكون عندنا محكمه دستوريه، لانه الاحكام كلها ودستوريه وشرعيه كل ما سيصدر مستقبلا لابد ان يمر على المحكمه الدستوريه. وهكذا نبداو بشويه بشويه نخرجوا من المسار الانتقالي الاستثنائي الى مسار طبيعي. طبيعي
وبعد الانتخابات يصبح عندنا برلمان، وهذا ما نتمناه ان شاء الله في اقرب وقت ويمر بسلام. ان شاء الله التحضيرات هذوما اللي حكينا عليهم الكل ان شاء الله يكونوا معناتها جاهزين، ونكونوا وفي 17 ديسمبر على الاقل في جاهزيه باش نخوضوا هالفتره هذه الانتخابات، يعني الانتخابات التشريعيه هذوما الشهر هذا معناتها احنا كاستعرضناه ما كهو معناتها برشا استعدادات يعني في الشهر هذا شهر اوت يكونوا استكمال الاستحقاقات هذه. والقانون الانتخابي اكيد سيمشي يشهد جدل ونقاش وربما مراجعات واستشارات، يعني لانه صحيح. حتى لين ما ندخلوش فيك البوابه نتاع الانفراد بالراي وغيره وكل جدل اللي نجم يصير من بعد ما يسالش. راهو احنا تويكا في مسار جديد نتعاملوا معاه كما هو، المهم مصلحه تونس وباش نرجعوا الى الديمقراطيه اللي هي احنا نحبوها واللي هي تمكن المواطن من توصيل صوته ويكون الجهات ممثلة ويكون ثم جانب تشريعي سليم وتونس إن شاء الله غدوة خير. والتحديات أكيد اللي موجودة قدام الحكومة قدام رئاسة الجمهورية في الفترة القادمة برشا مطالب الشعب يستنى فيها، على أمل نشوفوا شنو بيش يصير في المدة هذه، وأكيد بيش تكون لنا متابعة حينية لكل المستجدات على الساحة الوطنية وأكيد زادة على مستوى محلي. ريكاب ميدي، مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين، خليكم ديما برونشيها.